السلام عليكم إخوة الأخوات، أصحاب قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله الرولي بشولز. دونك بريزونطاسيون ديال الرولي بشولز. الريلي بشوز الإخوان كيكون في لي ترانسفورماتور اللي كتفوق الطاقة ديالهم 750 كافيا. الدور ديالو هو الوقاية والحماية ديال هاد لو ترانسفورماتور. لومبلاسمون ديالو فين كيكون بالنسبة للترانسفورماتور، كيكون ما بين الكونسيرفاتور وما بين لو ريزيرفوار اللي كيكونوا فيها لي بوبين. دونك هو هذا كونسيرفاتور، و بيان هذا هو لو ترانسفور. دونك هادي هي لومبلاسمون ديالو. بالنسبة للفونكسيونمون ديالو كنلقاو تروا فونكسيونمون، غادي نهضرو كل وحدة نهضرو عليها بوحدها. دونك البرانسيب ديالو عنده دو فلوتور، واحد كيكون فوق وواحد كيكون تحت، وبيان سور هذا الزيت اللي في الريزيرفوار وهذا كونسيرفاتور. دونك كيف ما قلت هادو لي فلوتور، هاد الفلوتور الاول ديال الالارم يعني غادي يمشي لواحد لا سيرين، وهذا كيوقف لو ترانسفورماتور كاريمون. دونك بالنسبه فونكسيونمون الاولى قلنا الالارم، يعني كيفاش شنو كيوقع بالضبط، انه هاد الويل هذا كتقع فيه واحد ديغراداسيون او واحد ديكومبوزيسيون، واحد الغليان. دونك هاد الغليان ديال الزيت اللي كيجي من السخونيه ديال لو ترانسفورم نديطيو شويه. بالنسبه لقلنا الغليان ديال الزيت كيطلع الفوق، دونك هادو سو سون دي زانتيريبتور ا باز ميركور، يعني سيفو هاد لو فلوتور غادي يهبط، غادي يتلاقى هاد لو كونتاكت، بيان سور غادي يمشي للار.
دونك هذا هو البرانسيب، هذا هو الفونكسيونمون الاولى. كتعطيني الارم. بالنسبه للعمل الثاني اللي كيدير هاد الرولي، قلنا تكون شي فويت في الريزيرفوار ديال الترانسفورماتور، كيهبط لو نيفو ديال الزيت. بيان سور هاد الفلوتور غادي يهبط، دونك سي فوا كيهبط هاد الميركور هذا كيلاقي ليا هاد لي دو كونتاكت، دونك هنا تريب، يعني كتقطع ليا الترانسفو ديريكتومون، ان لو نيفو هبط. دونك تريب وعندي تروازيام كا، اشنو كيوقع فيها؟ يعني ملي كيجي شي كور سيركوي فرون، دونك كطلع واحد البريسيون ديال الزيت، كدفع ليا هاد الفلوتور، او بيان سور غادي تكون عندي تريب هنايا، يعني شي ارك ولا شي حاجه كتوقع في الريزيرفوار، دونك كطلع واحد البريسيون قويه كدفع ليا هاد الفلوتور، او بيان سور كيقطع ليا على ترانسفورماتور. هذا الاخوان واحد الريلي بيشلوز، يعني من ارض الواقع، لافورم ديالو هو هذا، وبيان سير فيه دو فلوتور اباز ميركير. دونك هادوك لي فلوتور قلنا هما اللي كيقوموا بالحماية في الاول، الا كان يعني غليان ديال الزيت كتكون عندي الارم، و الى هبط النيفو ديال الزيت من شي فويت كيوقف ليا ترانسفورماتور. دونك نتمنى الاخوان تكونوا استفدتوا، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العاده.